مرحبا أصدقائي في فيديو جديد. هذه الحلقة أصدقائي سوف تدور حول أعجب الآلات وأروعها على الإطلاق، والتي هي قادرة على التفوق على أعتى العمال على الأرض. لذا أصدقائي هيا بنا لنبدأ. شاهد هذه الأشرطة النقالة التي تنقل هذه الكيلوغرامات من اللحم المفروم، إنها متناهية الدقة. هنا في هذا المصنع يتم تغليف هذه الكيلوغرامات من اللحم ونقلها إلى المحلات التجارية. تصلح هذه الآلة لمحب الكباب. شاهد هذا الروبوت الذي يصنع لنا البيتزا. إنه روبوت ذكي جدا. فلنبدأ بهذا النظام. إنه نظام لصنع النقانق. شاهد سرعته الكبيرة جدا. هذا النظام لديه السرعة والإنتاجية في نفس الوقت. وماذا عن فواكه البحر؟ إنهم يضعونه في علب متساوية، يقومون بتغليفه وبعد ذلك تحضيره للمحلات. أما بالنسبة لهذا اللحم فلا يمكنك أن تقاوم رائحته، إنه اللحم المدخن. يبدو الأمر رائعا جدا في التقطيع. هذه أفضل آلة تقطيع شاهدتها في حياتي. أما الآن ماذا عن هذه الآلة؟ إنها آلة فرم الفواكه والخضار، تحولها إلى شرائح في دقائق معدودة. ضع ما تريده من الفواكه أو الخضار وسوف تخرج على هذا الشكل. ماذا عن غسل الفواكه والخضروات الطازجة مثل التفاح الذي تشاهدونه في هذا الفيديو؟ هذه عملية غسيل من نوع خاص لإزالة ما تحمله الفواكه من البكتيريا. أما هذا فهو شريط لصنع الحلويات. في الأول يبدو الأمر صعبا، لكن إذا تمعنت في الأمر يبدو أسهل من أكل الكعكة نفسها. يمر الأمر بسرعة خيالية. إنه الإنتاج، البيع والشراء يا صديقي، إنه البيزنس. والآن لننتقل إلى عالم آخر، وهو عالم تغليف. 250 عبوة في الدقيقة، إنها سرعة مذهلة لهذا الروبوت. باستخدام قاطع الحزام هذا يمكنك تقطيع الفاكهة إلى شرائح أو بذور الرمان، مما يجعلها مثالية هكذا. أما عن عملية التقطيع عن طريق التكنولوجيا، فلدينا هذه القطعة الغريبة والعجيبة. إنها تقطع لنا كل شيء وضعناه بداخلها بسرعة وبقياسات محددة.
ماذا عن هذه البطاطس المقلية؟ يبدو الأمر شبيهاً بلعبة دوارة. تحمص البطاطس هنا. أما في هذا المصنع فهناك عملية تغليف من نوع آخر، السرعة والتفاني والإتقان هما اللذان يميزان هذا المصنع عن غيره. هذا نظام آلي مدعوم. هذا الروبوت يفصل نصفين ويقشر الأفوكادو بهذا الشكل. إنه موثوق ونظيف جدا. يمكن لهذا الروبوت أن ينقي أكثر من 1000 حبة في الساعة. أما الآن ننتقل إلى هذا المعمل الرائع والذي يقطع لنا الخضروات بشكل مثالي. شاهدوا كيف تتم عملية التقطيع، إنها مثالية. تقوم هذه القطاعة الأوتوماتيكية بتقطيع هذه الحلوى إلى قطع متساوية. يمكننا تقليل التلوث بفضل هذا اليو في سي تكنولوجيا. إنها حقا تكنولوجيا رائعة جدا. شاهد العملية. بفضل هذه الآلة الجرارة يمكنك التعامل مع قطع السمك وبكل سهولة. هذا روبوت يصنع لنا بيتزا تلقائيا، صلصة طماطم وفرماج، وها نحن لدينا بيتزا بالجبن أو بالنقانق. أما عن هذه الآلة فهي شيء آخر. هل تسألتم يوماً لماذا يضعونها في هذا الجسم الدوار؟ إنها لأخذ اللون والقرمشة بنفس القياس. محطة تعبئة التوت الحديثة. شاهد كيف تبدو العملية من الأول. يفرز التوت وبعدها ينقل في هذه الحاويات الصغيرة وبعدها يقومون بتغليفه. ماذا عن هذا اللحم المفروم؟ شاهد هذه الآلة التي تقطعه إلى قطع متساوية وتنقله عبر هذا الشريط الناقل. إلى أين سينقل يا ترى؟ تعالوا لنكتشف معا. يقومون بطهوه وإخراجه. تغليفه وفرز التوت الأزرق هي من العملية الصعبة، لكن بفضل هذا الروبوت أصبح كل شيء سهلاً. هذه أداة تقطيع اللحم إلى شرائح. شاهد هذه القطع المتساوية. أصدقائنا، نقول لكم شهية طيبة وفرجة ممتعة مع بقية الفيديو.